تنفيذا لتعليمات السيد العميد قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، انطلقوا اليوم جنبا إلى جنب من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمسغانم للقيام بالتفتيشات لكل المحلات، لكل بائعي الجملة، لكل غرف التبريد، من أجل تحسيس التجار وأصحاب هذه السلع ورفع المخالفات المتعلقة بذلك. ومنه عليكم بتطبيق القانون بحذافيره على كل مخالف من أجل حماية المستهلك، من أجل حماية المواطن فيما يخص هذه السلع الاستهلاكية. استعد، أعطي الانطلاقة الرسمية للعملية اليوم وغدا وكل يوم حتى محاربة هذه الجرائم. حول بنظام. واه جز كاشو محمد، انا جزار في المارشي سيدي علي سوق المغطات. ما كانش على بالي بلي الدجاج هذا يخلطوه مع اللحم تاع البقري. لازم الدجاج اللي يقلو فريغو خاص به يخلطوه لا مع اللحم لا مع البقري لا والو. ما كانش على بالي. واليوم رانا في حاله شويه هذا المرض الامراض وكاع ما ناش قلبي الريسانا احنا حطيناه معنا ما كانش على بالنا. صابوه مخلط مع اللحم تاع البقري قال لك ممنوع داوه الناس.